مشي على الراس يستاهل حسين وننطج فوف لين يطلبنا جفين وننطج فوف لين يطلبنا جفين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا وإياكم وهذه التغطيات بهذه الذكرى العظيمة والأليمة، ذكرى 40 سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، من البصرة ومن حدود البصرة مع ذي قار، من المدينة قضاء المدينة وخدام الحسين، وأخير زائر جاي نشوف منه أخير زائر يطلع من البصرة. احنا مستمرين بتغطيتنا إن شاء الله ونكون بخدمة الزوار بإذن الله تعالى، ونسأل الله بكرامة الإمام الحسين أنه يتقبل من عندنا هذا القليل، هاي الخدمة البسيطة إن شاء الله في ظل الخدمات اللي جاي يقدمونها إخواننا خدام سيد الشهداء وخدام زوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ابقوا معنا وهذه التغطية الختامية إن شاء الله من البصرة إن شاء الله تعالى، إذا قدرنا نوافيكم من محافظات أخرى بإذن الله تعالى. وحدها جت تنقص شرف وجلبة بين عضاينا، وراس الحسين المرتفع شال تبجى فرايا، خل نمشي نتلقى الضعن وطمع السبايا، ونجيب نهر العلقمي سبل الزين بمايا سبل الزين. نعم أحبائي المشاهدين، معنا أيضا أحد خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سماحة الشيخ مشتاق الشاوي، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يحفظكم، حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا إن شاء الله. بداية اللقاء سماحة الشيخ، فضل زيارة سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين في يوم الأربعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. طبعا زيارة الإمام الحسين فيها ثواب عظيم، وإحنا عدنا يعني أكثر الأئمة ورد فيهم زيارات كثيرة هو الإمام أبي عبد الله الحسين، حتى ورد عندنا في بعض الروايات إن الله تبارك وتعالى يزور الإمام الحسين، الله تبارك وتعالى يزور الإمام الحسين في كل ليلة جمعة، وهذا ما يدلل على مزيد عناية بالإمام الحسين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ريب هو أفضل من الإمام الحسين، علي بن أبي طالب أفضل من الإمام الحسين، لكن ما عدنا أن الله عز وجل يزور رسول الله في كل ليلة جمعة، وإنما هذا لما قدمه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من تضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا زائر الإمام الحسين، هذه الزيارة لها آثار، هذا المشي لزيارة الإمام الحسين، الوصول إلى كربلاء، أولا زائر الإمام الحسين الله عز وجل يبارك له في عمره، هذا متصيد من الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة، زائر الإمام الحسين الله عز وجل يبارك له في عمره، وأن زائر الإمام الحسين سلام الله عليه الله تبارك وتعالى يبارك له في رزقه ويبارك له في ذريته، وأن الدرهم أو الدينار الذي ينفق في هذا المجال الله عز وجل يضاعفه له أضعاف مضاعفة. نعم. طيب الله أنفاسكم، دوركم التبليغي في خدمة زوار سيد الشهداء الإمام الحسين، بما أنه إحنا نشوف ماكو بعد زوار قلوا من البصرة قاعد ينتقلون غير محافظات إن شاء الله، شنو الدور اللي قمتوا به طوال هاي الفترة سماحة الشيخ؟ طبعا منذ عدة سنوات بدأت الحوزة العلمية في النجف الأشرف ب
بهذا المشروع التبليغي اثناء زيارة الأربعين للإمام الحسين سلام الله عليه، وهو مشروع إقامة صلاة الجماعة وخصوصا صلاة الظهرين وصلاة العشاءين. هذا هم تحفيز للمشاية وكذلك تحفيز للخدمة، إقامة صلاة الجماعة، بيان الأحكام الشرعية، تعليم الصلاة، تعليم الوضوء، بقية الأحكام، الأسئلة التي ترد إلينا من قبل الزائرين وهي أسئلة متنوعة. والحمد لله والشكر وجدنا في هذا العام إقبال على صلاة الجماعة، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يديم لنا هذه النعمة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. بارك الله بكم. مشاعركم سماحة الشيخ، وإحنا اليوم أخير يوم مشاية البصرة جاي تنتهي، شنو مشاعركم؟ شنو الفئة اللي راح يتركونها الزوار؟ والله حقيقة مشاعرنا نحن الآن في حزن، حزن لأن بدأت يعني هذه الكتل من الزائرين، وبدأت هذه المواكب والكواكب من الزائرين بدأت تقل، ونحن الآن حقيقة أصلا بعض الخدمة تدمع عيونهم، يبكون عندما لما تنتهي هذه المسيرة وتفرغ الشوارع، يبكون لأن يعني المشاية انتهت حقيقة. يعني الآن نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا وعليكم في كل سنة وفي كل عام. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم وفق خدمة خدام الحسين لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. اللهم واحشرنا يوم القيامة بعنوان خدمة الإمام أبي عبد الله الحسين، إنك سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آله محمد طيب الله أنفع. بارك الله بك. نعم أحبائي المشاهدين، نعم تفضل. وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثجيلة، وإحنا غير صوتك وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثجيلة، وغدا يبدو لنا كهفا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا. وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. احسنتم شيخنا، طيب الله انفاسكم. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، باسمكم اشكر سماحة الشيخ مشتاق الشاوي على هذه الكلمات الرائعة، مستمر معكم واتشرف بالاستمرار معكم الى اخر مشاة ان شاء الله من البصرة، فابقوا معنا. ويعرفه ويريد يدلله ويشرفه زيارة كربلاء، وارفع دعاي زايري وبيسرت ويمناي، غو على زيارتي دوار حل مشاء امشي لك وجازي مشيتك، وادعي لك دعاي قوتك، استقبلك انت وهلك وادعي لك يا لجاي. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين وفي خدمة زوار أبي عبد الله الحسين إلى آخر زائر إن شاء الله من البصرة. السلام عليكم. عظم الله أجركم. السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نحن الآن سائرون في هذا الطريق، طريق الإمام الحسين عليه السلام، من محافظة البصرة من القرن الشرش، وإن شاء الله إلى كربلاء المقدسة، إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام. الله يحفظكم اهل القرنه. بعد ما خلصتوا تعذيب الزوار هسه جاي يطلعون ان شاء الله. احنا عندنا موكب ان شاء الله، خلصنا من عنده وهسه ان شاء الله عزلناه البارحه بالليل. اي وعندنا استراحه قرانيه كذلك هم عزلناها. اي وهسه متوجهين. شنو الاستراحه القرانيه؟ وضح لي بالضبط. الاستراحه القرانيه عندنا برنامج، احنا برنامج قراءه سوره الفاتحه، وأكو بعض يعني الإشكاليات في الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام بعضهم يعني اللفظ مالها، مثل أكو بيهم ما يقولون الله أكبر، أكو يقولون الله أكبر، أو سورة الفاتحة عندنا يعني تصحيح حركات أي وهيك يعني هيك أمور. الله يحفظكم، خدمتكم إن شاء الله. مشاعركم من أنهيتوا الخدمة الحسينية
شنو الشعور اللي ارتابكم اذا صح؟ والله احنا هناك صراحه شويه جو حزين صار، اي يعني لان ضجنا بعد الشارع صار كئيب، اي شارع الامام الحسين يعني طريق المشايخ اختلف، اي كنا شويه مستانسين وهاي هسه لا الطريق اختلف صار هو. اي فاحنا طلعنا ما ظلينا هنا. اي كم يوم توصلون كربلاء؟ مو سوى حسب المشي 12 يوم 15 يوم 13 يوم. اذا وصلت يم سيد الشهداء لا تنسانا بالدعاء ان شاء الله، ما ننساكم دعاكم احوج، الله يحفظكم الله يحفظكم، بارك الله بجهودكم وهذه القناة المباركة قناة الإمام المهدي عليه السلام، ماجور إن شاء الله ماجور إن شاء الله، توصل بالسلامة زايا الله وياك. استقبلك انت وهلك وادعي اليك يا اللي جاي، قوي على زيارتي جوارح المشاي. حي الله من جوي مشي بغيره من يا ديره يا عشيره، قلوا لي يا هلا صحتي بجيته وتلقيته ماكو عيره. أنا تلقى لي زهرون وأهلهم وأنا اشتاق زيارتهم مثلهم، هلا بزوار أبو السجادة قلهم نحجيها نورة على العلم نطريها على لسان الخدم، عباس إذا أنا ندعي هم يندعي وياي، قوة على زيارتي جوارح المشاي. أمشي لعاك وجازي مشيتك وادعي لعاك دعاي قوتك، استقبلك انت وهلك وادعي إليك يا اللي جاي، قوي على زيارتي جوارح المشاي. صح صوت ابو الفضل عاش الزاير يمشي وساهر، الله الله متمد رايته بصلاة المشايخ مدينة البصرة إن شاء الله تعالى. معنا أيضا أحد الزائرين الكرام، السلام عليكم عمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر وزاد الله إن شاء الله في ثباتكم على نهج الحسين عليه السلام. يا عرفني باسم حضرتك بالبداية. الحاج محسن عبد الخالق ناصر أبو عمار من مدينة النجف الأشرف. الله يسلمك يا حبيب قلبي غاتي، يزي شرفكم غاتي بحق الحسين إن شاء الله. من النجف تجي إلى البصرة وتطلع مشايخ. نجي أول نقطة هي نهاية السدة في رأس البيشة اللي تبعد عن رأس البيشة 2.5 كيلومتر، وهذا معتاد إن شاء الله كل سنة بإذن الله تعالى، ما طالت الحياة بينا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شنو هالسر بهذا العشق هذا الجو الحار؟ هسه الشمس كلش حارة، جاي أشوف وجهك المبارك هذا يعني عرقان وتعبان، وهل كان مبين عليك التعب على دجاجتك، شنو السر هذا اللي طلعكم من راس البيشه الى كربلاء؟ شنو العشق اللي بداخلكم؟ شنو اللي جاي يحكي هسه قلبك؟ شنو اللي جاي يحكي؟ والله اقول مهما بذلنا ومهما سعينا ومهما صدر منا من اي شيء ان شاء الله في سبيل الله وفي سبيل نهج الاسلام وفي سبيل ابا عبد الله فهو اقل 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 القليل ان شاء الله. هذا احنا نريد نوصل رسالة للشباب، نقلهم أولادي هذه المسيرة إلى أبا عبد الله الحسين اعتبروها تجديد البيعة لآل بيت محمد، تجديد البيعة وتجديد وتلبية لنداء أبا عبد الله الحسين عندما قال هل من ناصر ينصرنا، هذا النداء مستمر إلى مدى الزمان. فالله الله بهذا الطريق، الله الله بهذه المسيرة، اجعلوا مسيرتكم خالصة لوجه الله قربة إلى الله تعالى، اجعلوها مدرسة، استفيدوا من هذه الأيام لأنها والله تمر علينا مر السحاب. والحمد لله في هذا الزمان نحن نسير بأمان، حرا بردا أهم شيء الأمان. مرت علينا أيام الله يشهد علينا نودع أهلنا بأننا غير عائدون، نقلهم الله ومحمد وعلياكم احنا رايحين، ان رجعنا فحسن حظكم واذا رحنا فحسن حظنا. والحمد لله والشكر مضت الطغاة ومضى المتجبرون
وطريق الحسين وزائر الحسين مستمرون إن شاء الله إلى يوم القيامة. هذا هو السر الإلهي بهذه المسيرة هذه، لأن هذا الحسين بذل لله كل شيء وعطاه الله كل شيء. مسيرة الحسين وطاعة أبا عبد الله صدقوني يعطيكم إياها نقدي، يعني يدا بيد، والجزاء الأخرى وإن شاء الله على فاطمة الزهراء بإذن الله تعالى. فالله الله بهذه المسيرة. استثمروا كل ثانية، استثمروا كل دقيقة، استثمروا كل مجلس، زيادة الأجر وتعظيم الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله لولا خدمة الحسين ما أعتقد هالمسيرة تستمر، ولو هو سر إلهي. سواء الناس إذا صدقني واعتقد، يعني هذا العقيدة في داخلي، الناس إذا ما قدرت أن تستمر بالمسيرة أو ما عجب المسير، الله ينزل ملائكة من السماء تمشي على هذا الأرض، ولا بد تستمر هالمسيرة إن شاء الله. الله يحفظك. كم يوم من رأس البيشة إلى كربلاء؟ إن شاء الله 13 يوم. إن شاء الله 13 يوم تقعدون من الفجر تمشون إلى الظهر إلى الليل. إن الانطلاق دائما يصير الساعة 2 بالليل، التوقف عند غروب الشمس. مستمر الحمد لله والشكر. عجينة أسألك سؤال، استحلفك بالله جاوبني جواب قلبك. بعد هاي المسيرة كلها وهذا التعب وهاي الشمس والإرهاق والمجهود اللي تبذلونه وعايفين أهلكم وبيوتكم وناسكم، توصل إلى كربلاء عينك تطيح على القبة، قبة أبا عبد الله، شنو شعورك؟ والله خجلان، خجلان لأن قدمت قليل، قدمت أنا أقدر أقدم أكثر، لكن إيش ما نقدم إحنا قليل في أبا عبد الله الحسين؟ نقول لأبا عبد الله تقبل منا هذا الخليل. إحنا خجلاني من عنده، خجلاني من إمام الحجة عليه السلام، لأن حتى ما ممكن ما عندنا تقصير، ما ممكن. لا أزكي نفسي، لا أزكي نفسي عن النقص، لا أزكي نفسي عن التهاون. فأقول له يا أبا عبد الله أنا هذا اللي موجود عندي، فبعد أنت وإن شاء الله مثل يقول وجاهتك عند الله سبحانه وتعالى، تأمن على دعائنا. نقول له اللهم تقبل منا هذا القليل واعفو عن الكثير، اللهم اجعل خاتمة أمرنا من هذه الدنيا بخير إن شاء الله. الله يرحمنا ويرحمكم ويرحم أمواتنا، ولا تنسوا شهداء الحشد الشعبي وبالخصوص المجاهد أبو مهدي المهندس والمجاهد قاسم سليماني، رحمة الله على أرواحهم الطيبة إن شاء الله، لأن هم ديمومة النصر، وإن شاء الله هم الدماء اللي تغذي هذا النصر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك أنت ورايتك إن شاء الله والإخوان وياك. أريد في التلبية يا سيد الشهداء توصل إليه إن شاء الله صوت عالي، إن شاء الله صوتك هذا المبارك ترفع إيدك وصيح إن شاء الله لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. جزاكم الله طيب، الله أنفاسكم، توصلون بالسلامة إن شاء الله أبويا، مأجورين موفقين إن شاء الله بدور توصل بالسلامة. بتمن واي قوى على زيارتي جوارح المشاي، أمشي لك وجازي مشيتك وادعي لك دعاي قوتك، استقبلك انت واهلك وادعي لك يا اللي جاي، قوي على زيارتي جوارح المشاي. زوار ابو علي اهلي وناسي شالوا راسي، هالغياره حولهم بشاره من جد من الاول، احسين سجل الزيارة. يداء المنتظر هذا وكلامه يقلك توصل حسين بسلامة، قبول زيارتك هاي العلامة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين وفي خدمة أخير زائر إن شاء الله من البصرة، معنا أيضا أحد الزوار الكرام. السلام عليكم، عظم الله أجرك. عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. نحن قصدنا من محافظة الديوانية إلى محافظة البصرة، وقصدنا إلى الإمام الحسين ونواسيه باستشهاده، والإمام الحسين إحنا وياه بدربه ما نعوفه، هي فاطمة الزهراء عليه السلام احنا سلام ترحب فينا وتقولنا تفضلوا. الله يسعد قلب زينب سلام الله عليها والامام السجاد عليه السلام، والله العظيم يعني مشاعر
ما يعني ما اقدر اسولف بها. وحق هذا الحسين يعني جاء نمشي ومرتاحين يعني ما كتعب ابد ابد ما كتعب. والخدمه من وحق هذا الحسين وبفضل العباس ما عدنا غيره. ونصيح يا حسين يا حسين ما نعوفه من نال الموت. وانا مقاتل بالحج الشعب ومسوح عقد بالحج. والبارحه اهم من سولفوا بينا ونحن نرجع الدوام ان شاء الله ونقاتل ان شاء الله في سبيل الحسين في سبيل الله. حسين بارك الله فيك. انت جاي من الديوانيه الى البصره، اي نقطه بالبصره تمشي من عندها؟ هو نزلنا بمنطقه البصره بالمدينه. الساحه؟ اي بالمدينه. ساحه اي بساحه الساحه. نزلنا بها وجينا هاي هي صافي الحمد لله والشكر. وبركات الحسين. وانا عندي بيت من الشعر الامام علي عليه السلام. انا عوفك يا علي بس بشرور القى واحد مثلك اللي الخام وجاب. وكون نايم ليله بفراش الرسول وكون قاتل مرحب وشارع الاباط. يا علي شو يستاهل القى لك بديل يقدر يرد الشمس وقت الغياب. انت سر القوه عند المسلمين بغيرك نضل احزن بين الذياب. يعترف لما تجي كبار الضعيف عكس سيفك من يجي كبار الرقاب. ما انتهى واضحه وصافك اكيد زارينك ونعرف لون القباب. حتى لو تين هم يسأل عليك ماكو غيرك حيدر وصاحب مصاب. البيت راب وظال ما جاي يستعيد يعني ما حد رايده وبي شيء عاب. وانت يا ابو تراب عكس الفكر هاي سر محبتك يكمل بهذا التراب. صلوات على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. هاي الاذاعه اللهم يحفظكم ويحفظ اعلامنا ويحفظ الصحه وزاره الصحه ويحفظ كل الناس ويشافي كل مريض. الحسين يا هو القاصد اليه اي واحد يغسل ايمان الحسين ما يرجع خايف بالله العظيم يرجع عاشته مقضيه. وانا مجربها سنتين نايب الفراش والحسين شافاني وهاي الناس كلها شافيه ويعطيها مراته. وعليكم بالصبر فان الصبر مفتاح الفرج. رحم الله والديكم ما قصرتوا. ان شاء الله يا زاير موفق ان شاء الله. لا تنسانا فاضل دعائك تاج الراس الله يبارك فيك. ممنون حسين رحم الله. راح لبسيج تاج راسي وانا عمري باكملة نص للخيمة نطيته. نعم احبائي المشاهدين معنا ايضا احد خدام زوار ابي عبد الله الحسين وهو الان زائر ان شاء الله. السلام عليكم عظم الله اجرك. السلام واجرك الله يحفظك. باسم حضرتك ابو مصطفى السوداني وبك الله يخليك. الله يعافيك. شنو الخدمات اللي قدمتوها بالبصره وهسه انت شلون شنو خلصت ورايح؟ احنا اليوم موكبنا اللي قدام شويه هسه اي موكبنا اليوم راح يتقدم للرميثة يعني يبقى الفتره منا لنهايه اكمال زياره ان شاء الله. ان شاء الله هنا تقريبا 7 ايام هنا بال اي ما شاء الله عليكم بارك الله فيكم. يعني انتم متعجلون منا وتروحون للرميثة؟ اي نعم اليوم الظهر تحرك موكبنا للرميثة. صرف لي عن خدمات. الخدمات والله يقدم كل ما موجود للزائر للزائر ان شاء الله نقوم بخدمته يعني. اي نعم وفيك الله يبارك لكم يا حاج ولكم ان شاء الله. وان شاء الله انتم شركاء بالاجر ان شاء الله. موفق حجي بالسلامه. مجلس الحسين والخيمه لو يمر طاريه والخيمه فوره شمن بيها وبيش ذكرتهم صحني قعدتهم. يا زينب يا زينب يا زينب وصلوا المشايب. يا زينب وأنا ضيفتهم. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وفي خدمة أخير زائر إن شاء الله من البصرة. معنا أيضا أحد خدام زوار أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم عظم الله أجرك. السلام ورحمة الله وبركاته. باسم حضرتك الحاج فريد داود عبود من محافظة البصرة قضاء المدينة. والله والنعم. الله ينعم عليك الله يعزك الله يخليك. شنو اسم موكبكم المبارك؟ موكب قطيع الكفين. الله يحفظك. تيمنا بأبو فاضل العباس. الفضل العباس عليه السلام. الله يعزك. بارك الله بكم. الخدمات المقدمة في هذا الموكب المبارك من أول يوم خدمة حسينية إلى اليوم أو باكر تنتهي الخدمة الحسينية. شنو اللي قدمتوه للزوار؟ والله احنا بالنسبه لنا يعني من بدايه الخدمه نبدي بنصب الموكب بشو اسمه باستقبال الزوار من محافظه البصره يعني من اخر نقطه من محافظه من الفاو يعني من راس البيشه من المنتج المناطق كلها. احنا بمنطقه السوره هسه حاليا قضاء المدينه نستقبل الزوار. اول بدايه شو اسمه تعرف انت الفجر ريوق. اي من بعد الريوق احنا عندنا شو اسمه توزيع
توزيع يعني فقرات مثل عندنا الشربات، عندنا لفات، عندنا اول بدايه ريوق، نبدي بتوزيع اللبن، توزيع شربت وهكذا، يعني ساعات يعني نقسمها على مثلا الوجبه الصباحيه نقسمها لحد الساعه بال 11 بال 11 بال 10 بعدين من ال 10 ل 12 عندنا توزيع فتره مال الغداء، من بعدين الظهر استراحه، تعرف الزوار لازم ترتاح يعني شويه الجو حار، فتبقى اما تبقى تروح للبيوت بقضاء المدينه او تجي بالمواكب تستراح بالمواكب، من الساعه بالثلاثه تبقى تنطلق الزوار، تبقى تمشي الزوار هاي الفتره كلها، يعني الفتره تبدا من الساعه بالثلاثه الفتره الليليه كلها تمشي بها على مود الجو شويه بارد. الله يعزك، الله يبارك فيك. احنا نعيش في ايام الوباء اخواني حاليا، شنو شفتوا؟ هل اكو وباء موجود في مسيره الحسين او لا؟ خلينا نحكيها واقع. لا واقع حال يعني بالنسبه لمسيره الامام الحسين، اشوف الوباء يعني ما موجود نهائيا، يعني ما موجود نهائيا، واشوفها يعني تحدي، السنه صار تحدي، المشي صار مو مشي نهاري، صار وجبتين يعني على مرحلتين، مرحله نهاريه ومرحله ليليه. يعني فما اشوف قله يعني لابس كمامه، اذا لابس كمامه لابس كمامه على مود التراب. والحمد لله والشكر يعني المفارس الطبيه موجوده، التوعيه موجوده، بالاضافه الى شو اسمه الشيوخ موجودين، والحمد لله والشكر. انت صاحب الموكب حضرتك؟ الحمد لله صاحب الموكب، والاخوان كلهم موجودين، كلهم موجودين، واكو قسم من عندهم راحه واستراحه. الحمد لله والشكر يعني. نهايه الخدمه الحسينيه ان شاء الله اليوم باكر. والله نهايه الخدمه الحسينيه اشوف الناس كلها على وجوهها يعني وجوه الحزن، وهاي يعني بدها تبقى الفتره يعني تستمر مو خمسة ايام ولا ستة ايام ولا سبعة ايام، يعني احيانا الناس تقول يا ريت لو الخدمه تطول شهر شهرين، بس العمر كله فدوى للامام الحسين سلام الله عليه، ولكن بس هي بعد تعرف انت يعني المده قصيره من 1/0 الى 20/0 وهو يوم الاربعين، يعني الناس حاسبه الحساب، يعني شلون الحساب؟ يعني تمشي مثلا من الفاو تطلع يوم 28 محرم، من 28 محرم حاسب حسابه بحيث هو يوصل الكربلة، يوصل الكربلة قبل يوم الزيارة، بحيث هو بيوم الزيارة هو هناك. الله يحفظك. الشباب هنا واقفين كلهم خدام الحسين اللي جاي يخدمون بالموكب، شنو الرسالة اللي توجهها لهم أخير خدمتهم إن شاء الله، شنو تقول لهم؟ والله أنا أنصح كل واحد، يعني كل واحد ما متواجد، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الخدمة الإمام الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم الجميع لخدمة الإمام الحسين، ولا ظل واحد يعني يظل واحد قاعد ببيته ترى يتندم، أنا أقول لك ندمة تصير عنده على طول السنين، إذا كان هو هسه اليوم يقدر يمشي، إذا يقدر يمشي لو يقدر مثلا يخدم هاي السنة، احتمال السنة الجاية ما موجود، هاي عندنا أبو عماد، احنا أبو عماد أحد أعضاء الموكب واحنا المعتمدين عليه، يعني اعتماد على الله، احنا يعني أبرز واحد عندنا هو أبو عماد المرحوم عبد الرحمن حسن، فإحنا يعني خسارة كبيرة إن إحنا خسرناه، فهو أحد المشجعين إن يعني بالموكب خاصة، إحنا إن شاء الله عندنا شلون مثل عندنا خطوة نريد نتقدم بعد هناك للأحسن، وجاي ندور لنا على قطعة بكربلة، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لخدمة الإمام الحسين ونحصل لنا قطعة ونروح هناك، نريد نخدم بعد أيام أزيد لأن الأيام قليلة، هاي نقولها أيام قليلة ما جايب، يعني الحمد لله والشكر، بس نحس بها أيام قليلة، والأيام القليلة الشباب كلهم يقولون إحنا يا ريت بعد الأيام الطول حتى إحنا نستفاد من الخدمة، والإمام الحسين خدمته ما تتعوض، وإذا مثلا قلت لك إذا اليوم واحد خدم باكر ما أعتقد اللي شلون مثل ما تقول الإنسان معرض لكل شيء، يوقع مريض يموت، ما تعرف أنت بلحظة الإنسان ما تدري بموتك أنت اللي يمتلك. ما تدري، وهي فرصة إذا مشيت السنة وإذا خدمت السنة احتمال السنة الجاية أنت ما تخدم، احتمال السنة الجاية ما تخدم، تصيبك عاهة، تصيبك كل شيء، يعني الأمراض أنت معرض لكل شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ويوفقكم إن شاء الله، ويوفق المواكب كلها خدمة الإمام الحسين. من موكب قطيع الكفين إلى كربلاء أرد أسمع من عندك تلبية، والإخوان كلهم يساعدونك إن شاء الله، إلى سيد الشهداء. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ماي كله وقلب الشاط على شاط، يمكن يعادل يا زينب قطرة من دمعك فقط، قالوا مبين خياليك سوالفهم غلط، وانا مو فيك
فدوات لسميج فدوة روح للنقاسي انت تاج وهيبة وبراسي انت اجمل شيبة من جو شفتهم صحني قاعدتهم يا زينب يا زينب. نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية معنا ايضا احدى الاخوات الزينبيات الذاهبة الى زيارة سيدي ومولاي المولى ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم عظم الله اجركم. السلام ورحمة الله. عرفونا على اسم حضرتكم. ام هادي من محافظة البصرة. رحم الله والديك الله يستر عليك. شنو رسالة تحبين توصلينها من خلال هذا المشي والزحف الى كربلاء؟ والله يجينا نعزي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بمصاب الحسين. اي والله المظلوم. بارك الله بكم. جايبه وياك الاطفال والعيال مطلعتهم، شنو السبب؟ بعد مشاية. بارك الله بكم. مواساة الى زينب ان شاء الله. زينب العقيلة. طلعت الاطفال وياها ان شاء الله. اي والله الحمد. بارك الله بكم يا اخوي. رحمة. كم يوم صار لكم بالطريق؟ اليوم رابع. ما شاء الله. شلون شفتوا الخدمات المقدمة بالطريق؟ والله ممتازة، ماكو اي نقص. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكرا. بارك الله بكم. اكو وباء حاليا. واشوف انتم ما لابسين كمامات، شنو السبب؟ لا والله كل شيء ماكو. هم اي والله ماكو شيء الحمد لله. اي والله بحماته ابا عبد الله. اي والله لا تنسونا من الدعاء اذا وصلت يمن. رحم الله والديك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما تنسى مين سبها ما تنسى مين سبها يا الاولاد خلت لك زينب يا الاولاد جابت روسها لها الاشرف الساد مصاب كل سنه بجيتها ينعاد مصاب كل سنه بجيتها ينعاد يا رجلي. نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه في هذه اللحظات نكون قد وصلنا الى نهايه هذه التغطيه من مدينه البصره ونحن في خدمة أخير زائر إن شاء الله في هذه المدينة المعطاء المليئة بخدام زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ختاماً تقبلوا تحيات زملائي بالعمل العمل العزيز أبو ثائر المنصوري والأخ العزيز عقيل المنصوري وأنا خادمكم حسين الأميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيبنا